معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية تزداد اشتعالاً بعد ساعات من محاولة اغتيال ترامب. دعوة من نائبة الرئيس كامالا هاريس للسيناتور جيمس ديفيد فانس التي اختاره ترامب مرشحاً لمنصب النائب إلى المناظرة التلفزيونية تزيد من سخونة الأجواء. هاريس أول امرأة وأول شخص من أصل أسود وجنوب آسيوي يتولى هذا المنصب. عمرها 60 عاماً، ولدت في كاليفورنيا لأب من جامايكا عمل أستاذاً جامعياً، وأم من الهند كانت ناشطة في مجال الحقوق المدنية. وقبل توليها منصبها كانت عضوة بمجلس الشيوخ الأمريكي ممثلة لكاليفورنيا من 2017 حتى 2021. مسيرتها المهنية بدأتها مدعية عامة، وكان اهتمامها الرئيسي في قضايا العدالة الجنائية وحقوق المستهلك. أما أوراقها في معركة السباق نحو البيت الأبيض فمنها التنوع بحكم جذورها العرقية بالإضافة إلى خبرتها الواسعة في العمل الحكومي والقانوني وتنفيذ إصلاحات لتحقيق تقليل التفاوت العرقي في النظام القضائي. هاريس التي توصف بأنها متحدثة بارعة تراهن على سجلها في دعم وتطوير السياسات في مجالات الصحة والتعليم والبيئة، ما منحها تأييداً واسعاً خاصة في أوساط الناخبين الشباب والليبراليين. ومن بين أوراقها الأخرى دعمها لزيادة الحد الأدنى للأجور وتوسيع نطاق الرعاية الصحية. أما جيمس ديفيد فانس فهو سياسي ومؤلف ورجل أعمال، عمره 39 عاماً، ولد في أوهايو، وصاحب كتاب هيلث ليلي ألجي الذي صدر عام 2016 وأصبح من أكثر الكتب مبيعاً على قائمة نيويورك تايمز. فانس نشأ وسط عائلة من الطبقة العاملة في أوهايو، وعاش طفولة صعبة تخللتها تحديات اقتصادية واجتماعية، وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية والدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل. وبعد تخرجه عمل محامياً، ثم انتقل إلى العمل في مجال الاستثمار وأسس شركة استثمارية وانضم إلى الحزب الجمهوري. عرف عن فانس انتقاداته اللاذعة لترامب قبل أن يتحول ويصبح من أشد مؤيديه. عام 2022 انتخب عضواً بمجلس الشيوخ عن أوهايو، يراهن على تعزيز الاقتصاد المحلي ومكافحة الإدمان وتقديم الدعم للطبقة العاملة، وهي من أهم مواقف فانس الذي يعارض الهجرة غير القانونية ويدعو إلى سياسات تجارية أكثر صرامة.